لو كانت كل معلوماتك عن تايتانيك ان هي اللي غرق فيها ليوناردو دي كابريو يبقى تديني ودانك وتركز معايا، لان قصة التايتانيك اكبر من كده بكتير، اكبر حتى من حجمها اللي لحد الان الناس بتستغرب هي ازاي غرقت بسهولة كده. بس قبل ما ابدأ خلينا اقولك ان التكبر قادر يقلب اكبر الحاجات لاصغرها، وده اللي حصل مع التايتانيك. خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. اسمها بالكامل RMS تايتانيك، واختصارا تايتانيك، وهي سفينة ركاب عملاقة اتعملت عشان تعبر المحيطات، وكانت مملوكة لشركة وايت ستار لاين، واتبنت في حوض سفن في أيرلندا اسمه هارلاند أندولف. كانت أكبر سفينة ركاب اتعرفت في وقتها، وتعمل لها إعلانات في كل مكان عشان تطلع أول رحلة ليها في يوم 10/4/1912، وكانت رحلتها من لندن لحد نيويورك بس. اللي حصل لا كان على البال ولا على الخاطر. بعد 4 أيام بس من انطلاقها خبطت في جبل جليدي وتسبب في غرقها بعد 3 ساعات بس، تحديدا نقول 2:40، ومات فيها ناس كتير جدا حوالي 1517، واللي نجوا 706 شخص بس. وعدد الوفيات الاكتر كان في الرجالة، لان كان الاولوية في نزول قوارب النجاة كان للستات والاطفال. وكان من اسباب اصطدامها بالجبل الجليدي انهم ما شافوش الجبل اصلا بسبب الضباب، ده غير ان قبطان السفينة كان دايس على الرابع، وده ليه بقى؟ عشان يضرب رقم قياسي في السرعة والوصول لنيويورك، فما قدرش يتفادى الاصطدام بسبب السرعة. وحتى قوارب النجاة ما كانتش كفاية يغطي عدد الركاب. ما تعرفش بقى كان غرور ولا ايه، بس اتذكر ان صاحب سفينة تايتانيك قال عنها حتى الاله اذا اراد اغراق السفينة فلن يستطيع، وهو بيقول عنها غير قابلة للغرق، وهي غرقت من اول طلعة. وغرقت تايتانيك السفينة الأسطورة، لكن الحطام بتاعها لسه موجود في قلب المحيط لحد دلوقتي ومحدش طلعه. تفتكر ليه؟ أقول لك أنا الأسباب. أول سبب خلى من الصعب جدا إنهم يشيلوا حطام السفينة بتاع تايتانيك إنها غرقت على بعد كبير جدا في عمق المحيط، حوالي 3800 متر، وده عمق محتاج معدات حديثة جدا ومتطورة وغواصات بقدرات خاصة تقدر تتحمل ظروف البحر وتتحمل الضغط الشديد بتاع المية، خصوصا في عمق زي ده، وده ما كانش موجود في وقتها. ده غير التكلفة العالية جدا لو فكروا انهم يشيلوا الحطام، وكمان غير تكلفة نقله والمحافظة عليه انه يتفتت في ايديهم، لان مر عليه سنين طويلة. السفينة غرقت بقى من هنا، والحرب العالمية الاولى قامت من هنا، ودول العالم كانت واقعة في بعض، ومن ضمنهم انجلترا اللي هي الشركة اللي اسست السفينة منها. رقم 3 بقى، السفينة غرقت سنة 1912، بس اكتشفوا حطامها سنة 1985، يعني عدى أكتر من 70 سنة. وبسبب حموضة المية المالحة في المحيط الأطلسي، فالأكيد إن جسم السفينة الصدى أكله، ومجرد محاولة انتشالها هيتفتت ومش هيفضل منه حاجة. لكن رغم إنهم ما قدروش يطلعوا الحطام، لكن قدروا يوصلوا للسفينة نفسها ويشوفوا إيه اللي فاضل منها ومن الحاجات اللي لقوها، زي مثلا ذهب والمجوهرات وساعات مملوكة للركاب وقتها، ده غير قطع الأساس واللوحات الفنية. ولقوا كمان المعدات الخاصة بالسفينة، زي مثلا مفاتيح وأجهزة اتصال وأدوات ملاحة وحفر. وكان من ضمن ركاب اللي ربنا نجاهم كان في واحد مصري اسمه حمد حسب، وكان ايامها عنده حاجة 40 سنة. واخر واحدة ماتت من ناجين من غرق السفينة كانت واحدة اسمها ميليفيا دين. يا ترى بقى لو قالوا لك في سفينة طالعة من لندن لنيويورك هتركبها؟ اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. يلا الناس دي ما حدش يثق فيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس. طريق السلامة.